أنتم تقولون إن شاء الله قبل عيد الأضحى المبارك هنالك مفاجأة، فرحونا وياكم. وقبل أنتم هم قلتوا بجلسة انتخاب السيد الرئيس حفظه الله أنه هنالك مفاجأة، شنو الجديد مفاجأتكم إن شاء الله العيد الأضحى المبارك؟ المتغيرات في العراق الحقيقة مرتبطة بمتغيرات وأدوار إقليمية ومحلية وعناصر قوة خارج إطار السياسة. خوش. ونحن في السيادة كما العراقيون جميعا ينتظرون لحظة تقر فيها الحكومة التي ستقر لهم الموازنة وسيأكل المواطن منها، واللي ينتظر تعيين، واللي ينتظر بناء مدرسة، واللي ينتظر تعويضات داره التي فقدت بسبب العمليات العسكرية. الشعب يا حقيقة لا تعنيه الأسماء، الشعب بحاجة إلى مشروع دولة ومشروع خدمي زين بغض النظر عن أسمائه وعناوينه. حس المفاجأة وين بالموضوع قبل العيد يا سيد عدائي؟ المفاجآت قد تحصل في أي لحظة، وإحنا متعودين العراقيين في الساعات الأخيرة في البرلمان بعد 6 أشهر مداولات، في الساعات الأخيرة في البرلمان أو في اجتماعات خارجية تفجر المفاجآت. نحن لا نريد مفاجأة تفزع الشعب العراقي، نريد المفاجآت التي تفرح العراقيين. كفانا نتصارع على الأشخاص ومن يمثل المكونات. نحن بحاجة إلى أن يطرح مشروع سياسي لإنقاذ الدولة العراقية من الطرفين المختلفين. هذا مشروع وهذا مشروع، ويكون الحكم للشعب العراقي أي المشروعين قابل للتنفيذ وأي المشروعين أصدق وأفضل له من المشروع الآخر. كما الأحزاب الأجنبية تقدم أحزاب برامج وليس أحزاب شعارات وشخصيات، البرنامج الانتخابي هو من يجعل هذا الحزب يفوز. هسه بالله ذني يخليهن رحمة لأبوك، هاي مال البرامج الانتخابية الولد أفضل من يكتبونها على الورق ومن يردون يسولفون على الورق. ايه يسول على الورق، على الورق. على الورق. يسول لك الهور مرق والزور خواشي، ذني يخليهن على صفحة. بس أنا لفت نظري قضية يعني المتغيرات الأقليمية والدولية وتأثيراتها، يعني مثلا هل هنالك حراك تركي قطري ممكن أن يلقي بتبعاته هنا على السيادة ويغير من الأمر شيئا، أو أن الوليدات ممكن ينتشون على إيران ويغير شيئا؟ يعني ننتظر الفاعل الخارجي للمفاجأة، لو أنتم مثلا مع الذين يدعمونكم أو تعملون معهم محضرين مفاجأة إن شاء الله قبل عيد الأضحى، العفو للفترة المباركة. نجم. نعم. استاذ نجم أرجوك، السيادة والديمقراطية الكردستاني ماذا يعنيهم عندما يختار إن كان التيار أو الأخوة في الإطار التنسيقي شخصية ليست سنية وليست كردية ولا مسيحية ولا تركمانية؟ الاختيار لابن مرجع من المراجع، وصور هذا المرجع في كل مكاتب الأحزاب، وهذا قرار شيعي. الخيار للأخوة، مع الأسف أنا لن أستخدم هذه المصطلحات، أنا ما سألت بهذا ولن. يا سيد عيسى أنا ما سألت بهذا، أنا كان سؤالي غيره. على قول تهنى المعيدي ما ينسى سالفته، أنا لم أسأل بهذا، جاوبني بالمباشر. نعم. فدوى روح لك بالمباشر طقلياها، أكو فاعل خارجي خوير ممكن راح يسبب مفاجأة؟ أي وهل مرت على العراق منذ 2003 إلى الآن حكومة
بدون تدخل الفاعل الخارجي بنسب معينة. أي. تدري تدري سيد عيسى النسب العليا سيد عيسى، هذا موضوع سيد عيسى. نحن نتمنى أن يصل، بس اسمح لي سيد نجم. أي. نحن نتمنى نتمنى أن تظهر قيادات عراقية قادرة على اتخاذ القرار دون تدخلات خارجية، لكن هناك تدخلات إيجابية وهناك تدخلات سلبية. خوش. لا نريد أن نبحث في هذه التفصيلات. أستاذ نجم،